روح إلى بابل، هناك أيضا شباب جامعيين وبنات تحديدا يعني يتكلمون بصورة جريئة عن الحديقة وعن الزاحف. يبدو أن الأمور بدأت تسهل بالنسبة للشباب والبنات. خلونا نروح إلى بابل. المصطلحات المتعارف عليها هي المصطلحات المتعارف عليها يعني بالشارع، هي الزاحف، الحديقة، هاي المواضيع اللي هي جتنا من واقعنا. زاحف هو يعني اي شيء يمشي ببطء ويلحق مثلا او يمشي وراء فد شيء معين، فاتخذوه للشباب اللي وراء بنت معينه او يغري مثلا لبسها او مكياجها على سبيل المثال، فهاي المواضيع. اما المواضيع اللي الحديقه ما حديقه، فهاي يعني اغلب قبل 5 سنين قبل 6 سنين طلعت هاي المواضيع. هاي مصطلحات خلقتها الطلاب، يعني بعض الطلاب اللي تكون يعني تكون جاي الكلية يعني مو غاية الدراسة، يعني هذا المتعارف عليه بداخل الكليات هسه. واللي يا اخي هي مصطلحات يعني مو مال مستوى جامعي، لكن الملاحظة انه اكو هواي هيك من هيك نماذج يعني موجودين، بدنا نشوفهم يوميا ويتعاملون وياهم ومضطر انه انت تتعامل وياهم. شو المصطلح عربان؟ هو عبارة عن واحد يدفعوا جماعته عمود يسحف البنية ويخلوا يركض وراه وما ما يدري ما يعرفها ولا يورطوه يعني. أي ورطوا. والحديقة؟ الحديقة هو عبارة عن شخص مفلس، ماكو ما غطي ماكو ولا فلس. زاحف يعني شلون مصطلح طلقناه احنا الشباب العراقيين على الولد اللي يركض ورا البنية أو يسحف ورا البنية، هذا المصطلح طلقناه عليهم. الحديقة؟ الحديقة شخص يعني هو يريد يزحف بس ما عنده كبل أو ما عنده شيء فيصيح له حديقة. الحدائق هل يشوفون يا لون الحدائق ضع اللي زوراء عندنا هنا، هو حدائق بالكلية هل يشوف عنده لا عنده حبيبة لا عنده هاي قاعد ويحشوي نفسه. مصطلحات هواي مثل حديقة أو 56، هاي تأثيرها أكثريتها أجت من خلال يعني الشباب قامت تلجأ للمسرح التجاري. المسرح التجاري قاموا يطلعون مصطلحات، في المصطلحات الشباب قامت تتداولها مثل 56 حديقة، أو نتطرق الموضوع 56. الحكومة العراقية بما أن قانوننا هو الاحتيال والنصب قانون 56 بالقانون العراقي، فقامت الشباب داولتها من السياسة، السياسيين دائما يسرقون، فتداول للشعب قانون 56 مثل الشخص يبوق من صاحبه بعض أغراضه. هاي العربانة. شنو يعني هذا؟ هذا ليش طلقوا عليه اسم زاحف؟ ليش ما طلقوا عليه اسم حب؟ لأن كله عبارة عن كذبة. شنو يعني لك الزاحف؟ شنو الزاحف يعني؟ الزاحف؟ تعرف الزاحف؟ أنا أعرف الزاحف، الزاحف في أنواع. اكو الكتروني زاحف، هذا اللي يطب عليه مثلا قطع لايك راسا نطبلها، والله انا عجبت بيك وهاي والله ليش من اول لايك ما عجب بيك. هاي اول واحد هذا الكتروني زاحف طبيعي. زاحف طبيعي، هذا الزاحف طبيعي بالبدايه شنو يزحف على ركبه يتطور النوب على ايدي اذن كل يجلخه، هذا من ينتهي من هاي المرحله مال الزاحف يتسلق يصير شنو زاحف متسلق. هاي النوع الثالث من عنده زاحف معناها يعني يجي للبنات لمن يجي صارحين يقولوا له زاحف، بس هو يعني احنا كشقة بين زملائنا احنا نقول له زاحف، ماكو اي شيء بيناتنا. والحديقة؟ الحديقة ما عنده يعني مو مكبر يعني معتزل على الناس، نقول له شنو هاي انت ليش هيك حديقة قاعد وحدك؟ عربانة؟ عربانة ما وصلت لنا لسه. زاحف شكو شاب يعني يزحف لنا بالبداية بس الصداقة الدور اخوة الدور ماكو زاحف لها سهل لها يعني. زين كم واحد زاحف؟ واي واي لا يا شباب كلها زحف. الحديقة خضايا كل شيء ماكو لا مكبر ولا أي شيء، قاعد واحدة ليل ونهار. زين أنت حديقة؟ إي حاليا حديقة. هي بس حاليا؟ إي هي بكل الأوقات. عربانة؟ عربانة ما وصلتنا بعد شيء. قسم مسرح مرحلة ثالثة. لا شدتنا بالتشكيلي؟ والله دا أزحف. تزحف؟ إي. جي صار تزحف؟ تزحف صار 3 سنين يعني. ما لقيت اللي ما لي اشترك يعني الطوب تنضرب بوري. زاحف لها هواية معاني، اللي يزحف على بنية أو البنية تزحف على ولد، هواية لها معاني. أكثر شيء يزحف الولد أو البنات؟ الولد. والبنات؟ ما يزحفن. والحديقة شو معناها؟ الحديقة هم لها هواية معاني، حديقة الحيوانات أو الحديقة العامة أو البنية اللي ما عندها أحد حديقة والولد اللي ما عنده كبرهم حديقة. ست حديقة ولا لا؟ أي حديقة.